الدرس 3-5 implicit differentiation التفاضل الضمني implicitly defined functions الدوال المعرفة ضمنيا the functions that we have met so far can be described كل الدوال اللي شفناها إلى الآن قابلناها إلى الآن can be described by expressing one variable explicitly in terms of another variable يمكن التعبير عنها وكتابتها بشكل صريح كمتغير بدلالة متغير آخر for example y تساوي الجذر التكعيبي الجذر التربيعي ل x تكعيب زائد 1 or y تساوي x sin x كتبنا لاحظ انه كتبنا y وحدها في طرف و الطرف الآخر في المتغير x or in general or بشكل عام y تساوي f of x إذا كل الدوال تقريبا جميع الدوال اللي درسناها إلى الآن درسنا اشتقاقها إلى الآن يظهر فيها المتغير y لوحده في طرف كما في المعادلة y تساوي الجذر التربيعي لx تكعيب زائد 1 أو y تساوي x sin x Some functions بعض الدوال however are defined implicitly by a relation بعض الدوال بالرغم من ذلك معرفة بشكل ضمني بواسطة علاقة between x and y such as مثل رقم واحد x تربيع زائد y تربيع يساوي 25 لاحظ ال y ما هي وحدها في طرف معاملها واحد وبقية الأشياء في طرف آخر الآن y mixed مع x بالشكل هذا x تربيع زائد y تربيع يساوي 25 or كما في رقم اثنين x تكعيب زائد y تكعيب تساوي 6xy mixed بهذا الشكل إذا أحيانا بعض الدوال تكون معرفة بعلاقات أو بمعادلات لا يظهر فيها المتغير y لوحده في طرف كما شفنا في المثالين التاليين x تربيع زائد y تربيع يساوي 25 أو x تكعيب زائد y تكعيب يساوي 6xy implicit differentiation التفاضل الضمني fortunately لحسن الحظ We do not need to solve an equation for y in terms of x in order to find the derivative of y. لحسن الحظ ما نحتاج إنه نحل بالنسبة للy نحل المعادلة المعطاة بالنسبة للy بدلالة الx حتى نتمكن من اشتقاق. بعض المعادلات يمكن إعادة كتابتها ليصبح المتغير y وحده في طرف. لكن لحسن الحظ ما هو بالضروري إعادة كتابتها ليصبح متغير y وحده في طرف لإجراء عملية الاشتقاق. Instead بدلا من ذلك عوضا عن ذلك we can use the method of implicit differentiation نستطيع استخدام طريقة التفاضل الضمني. This consists of differentiating both sides of the equation هذا يتألف من تفاضل طرفي المعادلة with respect to x. إذا نفاضل طرفي المعادلة المعطاة بالنسبة للx. And then solving the resulting equation for dy by dx. وبعد ذلك نحل بالنسبة ونوجد قيمة dy by dx. إذن الخطوة الأولى في الاشتقاق الضمني إنه نفاضل نشتق أو نفاضل طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير x. بعدين بعد ما نشتق نحل المعادلة الناتجة بالنسبة لdy by dx. نوجد قيمة dy by dx. نوجد قيمة المشتق dy by dx. In the examples and exercises of this section في الأمثلة والتمارين في هذا الدرس it's always assumed that دائما مفروض إنه the given equation المعادلة المعطاة determines y تعطي y implicitly بشكل ضمني as a differentiable function of x كدالة قابلة للتفاضل بالنسبة لx so that the method of implicit differentiation can be applied وبالتالي طريقة التفاضل الضمني يمكن تطبيقها can be applied إذن زي ما شفنا إنه في هذا إنه بعض الدوال تكون معرفة بمعادلات لا يظهر فيها المتغير y وحده في طرف طبعا في بعض المعادلات يمكن إعادة كتابتها ليصبح متغير y وحده في طرف لكن بعضها لا يمكن إعادة كتابتها ليصبح y وحده في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر
لكن حسن الحظ انه ما هو بالضروري اعاده كتابه المعادله ليصبح المتغير واي وحده في طرف لاجراء عمليه الاشتقاق. نستطيع الاشتقاق بواسطه الاشتقاق الضمني للبليس ديفرنشيشن. كيف نسوي؟ خطوتين. الخطوه الاولى نشتق طرفي المعادله بالنسبه للمتغير اكس، وبعد ذلك نحل المعادله الناتجه بالنسبه لدي واي باي دي اكس. نشوف المثال الاول اكزامبل 1. اف اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25، ما دام واي ميكست وذ اكس مخلوطه مع اكس بهذا الشكل فالتفاضل تفاضل ضمني. اذا اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25، فايند دي واي باي دي اكس، اوجد المشتق، مشتق الواي بالنسبه للاكس. ثن بعد ذلك ثم فايند ان ايكويشن، اوجد معادله تانجنت تو ذا سيركل اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25 ات ذا بوينت 3 4. بعد كذا اوجد معادله الخط المماس للدائره للدائره اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25 عند النقطه 3.4 عند النقطه 3.4. طيب الخطوه الاولى نشتق طرفي المعادله بالنسبه للاكس، هذا التفاضل الضمني. المعادلة عندي x تربيع زائد y تربيع يساوي 25، فنشتق الطرفين بالنسبة لx d by dx، x تربيع زائد y تربيع يساوي d by dx 25. x تربيع زائد y تربيع حنفاضل كل واحدة لوحدها، حنفاضل x تربيع d x تربيع by dx زائد d y تربيع by dx تساوي مشتقة ال 25 ثابت، مشتقة الثابت صفر. الآن بالنسبة لx تربيع حنفاضلها تفاضل عادي زي ما احنا باستخدام قواعد الاشتقاق. بالنسبه للواي تربيع حنستخدم فيها تشين رول، لا تنسى انه واي داله في الاكس، حنستخدم فيها قاعده السلسله تشين رول. Remembering that y is a function of x داله في الاكس and using استخدام ذا تشين رول حنستخدم قاعده السلسله. We have d y تربيع باي دي اكس، ايش مشتقه الواي تربيع بالنسبه للاكس؟ حنفاضل اولا الواي تربيع بالنسبه لدي واي، ثم بعدين حنفاضل دي واي باي دي اكس. ايش مشتقه الواي تربيع بالنسبه لدي واي؟ 2 واي، يعني حننزل الاس ونطرح من الاس واحد، تصبح 2 مضروبه في واي اس واحد، بعد كذا مضروبه في مشتقه الواي بالنسبه للاكس في دي واي باي دي اكس، اذا تساوي 2 واي دي واي باي دي اكس. بالتالي مشتقة الاكس تربيع 2x، مشتقة الواي تربيع زي ما شفنا 2y dy باي dx تساوي صفر. الآن الخطوة الأولى انتهينا منها، فاضلنا طرفي المعادلة بالنسبة للاكس. الخطوة التي تليها نحل ونوجد dy باي dx. الآن المجهول عندي dy باي dx، أحل المعادلة الناتجة وأوجد قيمة dy باي dx. انقل 2x الطرف الآخر. Solve this equation for dy باي dx. فنقول 2x الطرف الاخر تصبح سالب 2x، الخطوه الاخيره اقسم على 2y، سالب 2x على موجب 2y تصبح سالب x على y، تروح الاثنين اللي في البسط مع الاثنين اللي في المقام، تصبح سالب x على y. انتهى الحل. اوجدنا الان المشتقه الاولى. اذا خطوتين، الخطوه الاولى نفاضل طرفي المعادلة بالنسبة للإكس، بعد ما ننتهي منها نحل المعادلة الناتجة لإيجاد قيمة دي واي باي دي إكس، يعني إيجاد المشتقة. طيب انتهينا من المطلوب الأول. المطلوب الثاني أوجد معادلة التانجنت، أوجد معادلة خط المماس للدائرة إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25 عند النقطة 3 و4. 3 و4 يعني قيمة الـ x 3 وقيمة الـ y 4. سلوب اوف ذا تانجنت لاين، اعطانا النقطة، نحتاج السلوب ميل التانجنت لاين، سلوب اوف ذا تانجنت لاين ميل خط المماس عبارة عن ايش؟ المشتقة الأولى محسوبة عند النقطة. فـ at the point 3, 4 we have x يساوي 3 and y يساوي 4، وبالتالي dy by dx تساوي، شيل الـ x وضع 3 وشيل الـ y وضع 4. إذا dy by dx تساوي سالب 3 على 4، يعني هذا هو ايش؟ هذا ميل الخط المماس.
قيمة الخط قيمة المشتقة الأولى عند الإكس والواي عند النقطة، عند الإكس في حالة هنا واي أيضا كذلك عند النقطة تمثل ميل الخط المماس. أوجدنا ميل الخط المماس النقطة معطاة، نعوض في المعادلة واي ناقص واي 1، الواي 1 عندنا 4 تساوي سالب 3 على 4 اللي هو الميل مضروب في اكس ناقص الاكس 1، الاكس 1 ب 3. اوكي ممكن نضرب طرفي المعادله الان في 4 عشان تخلص من الكسر هذا، حيصبح عندي 4 واي ناقص 16 في الطرف الايسر تساوي سالب 3 مضروبه في اكس سالب 3، نضرب سالب 3 في اكس بسالب 3 اكس، سالب 3 في سالب 3 بموجب 9. بعد كذا انقل سالب 16 اللي في الطرف الايسر الى موجب 9 في الطرف الايمن، تصبح عندي 9 زائد 16 25 في الطرف الايمن، وسالب 3 اكس انقلها الطرف الايسر تصبح عندي 3 اكس زائد 4 واي. كذا حصلنا على معادلة الخط الممس. هذه طريقة لطريقة الامبليسيت ديفرنشيشن، التفاضل الضمني. في طريقة ثانية اني اعيد كتابة الواي، اعيد كتابة المعادلة، اكتب الواي وحدها في طرف طيب وبقية الاشياء في طرف اخر. هذه يمكن المعادلة هذه الان يمكن اعادة كتابتها تصبح واي وحدها في طرف. Solving this equation x تربيع زائد y تربيع يساوي 25، هذا حل اخر، طريقة حل اخرى ثانية. نحل بالنسبة للواي، انقل x تربيع الطرف الايسر يعني اسمه 25 ناقص اكس تربيع، بعد كذا عندي واي تربيع تساوي 25 ناقص اكس تربيع، اخذ الجذر التربيع للطرفين، اذا قيمه الواي تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي ل 25 ناقص اكس تربيع. هو اعطانا نقطه 3 و4، النقطه 3 و4 لاحظ انها تقع في the upper semicircle، واي تساوي الجذر التربيعي 25 ناقص اكس تربيع، تقع على نصف الدائرة العلوي طبعا، زائد الجذر التربيعي 25 ناقص اكس 40 هذا الابر سيمي سيركل جزء الدائرة العلوي، واللي في ناقص ناقص الجذر التربيعي 25 ناقص اكس تربيع هذا اللور سيمي سيركل نصف الدائرة السفلي. النقطة 3 و4 حددتنا الان الفانكشن الدالة انها الابر سيمي سيركل، وبالتالي so we consider the function fx تساوي الجذر التربيعي ال 25 ناقص x تربيع. الآن كتبنا ال y وحدها في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر. الآن نستطيع أن نفاضل التفاضل العادي اللي درسناه في الدروس الأربع السابقة. كيف الآن نفاضل الجذر؟ الجذر التربيعي 25 ناقص x تربيع، أخذنا قبل كذا قاعدة كيف نفاضل هذا الجذر؟ هنستخدم طبعا قاعدة السلسلة، عندي قانون جاهز مباشرة، أفاضل ما أفاضل الدالة مشتقة ما تحت الجذر، تفاضل 25 ناقص x تربيع بسالب 2x، تفاضلها سالب 2x، إذا سالب 2x في البسط على 2 مضروبة في الجذر 25 ناقص x تربيع، 2 في البسط حتروح مع 2 في المقام، يتبقى لنا سالب x في البسط على الجذر التربيعي 25 ناقص x تربيع، هذا تفاضل الدالة fx تساوي الجذر التربيعي 25 ناقص x تربيع. أوجدنا المشتقة. أوكي. نوجد الآن قيمة المشتقة عند النقطة. حتى نوجد إيش؟ slope of the tangent line. ميل خط المماس. قيمة المشتقة الآن عند النقطة 3 و 4 أشيل الـ X وأضع 3 يعني كأني أحسب F داش 3 أساوي سالب 3 في الوسط على الجذر التربيعي 25 ناقص 3 تربيع في المقام، حيطلع لنا الجذر التربيعي 16 تساوي 4، إذا سالب 3 على 4. لاحظ أنه نفس الأسلوب بالضبط، نفس الميل اللي حصلنا عليه في الأعلى تماما، وبالتالي معادلة خط المماس نعوض في القانون حنجد انها حتطلع لنا نفس المعادلة بالضبط، 3 اكس زائد 4 واي تساوي 25. هل نحتاج انه نعيد كتابة الدالة؟ لا،
كما ذكرت لا، لكن هذه طريقة أخرى، لأنه هذا النوع من المعادلات سهل أنه نعيد كتابتها تصبح واي واحدة في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر، وبعد كذا تفاضلنا باستخدام قواعد التفاضل السابقة في الدروس الأربع السابقة. طيب انتهى المثال الأول. المثال الثاني example 2 الفقرة الأولى فقط أي مطلوبة find y dash أوجد المشتقة if x تكعيب زائد y تكعيب يساوي 6xy. لاحظ الآن ال x وال y يعني mixed together ها مخلوطة مع بعض هذا الشكل، ولا نستطيع كتابة ال y بدلالة ال x، يعني ما نستطيع نكتب y وحدها في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر. طيب إيش نسوي؟ نفاضل ضمنيا، نفاضل ضمنيا. طبعا احنا نعرف انه رموز المشتقة we can use either of the notation، نستطيع استخدام اي واحدة من الرموز dy by dx or y dash for the derivative of y with respect to x، بالنسبة لمشتقة ال y بالنسبة ل x، اما نكتبها dy by dx او نكتبها y dash كلها نفس الشيء. ايش هنسوي؟ خطوتين في التفاضل الضمني. الخطوة الاولى نفاضل طرفي المعادلة بالنسبة لل x، بعد ما نوجد التفاضل نحل ونوجد المشتقة y dash or dy by dx نفس الشيء. الخطوة الثانية نحل بالنسبة ل dy by dx. طيب المعادلة عندي x تكعيب زائد y تكعيب يساوي 6xy، حنفاضل طرفي المعادلة بالنسبة لل x. تفاضل ال x تكعيب ب 3x تربيع زائد تفاضل ال y تكعيب هستخدم فيها قاعدة السلسلة، لاحظ ان الواي دالة في الاكس، تفاضل الواي تكعيب انزل القوة 3 واي تربيع رقم الاس واحد في مشتقة الواي بالنسبة للاكس في واي داش تساوي الان 6 مضروبة في اكس واي، حاصل ضرب دالتين، الدالة الاولى 6 اكس الدالة الثانية واي، هطبق عليها قاعدة الضرب، هقول التفاضل لها عبارة عن الدالة الأولى اللي هي 6x في تفاضل الدالة الثانية، الدالة الثانية عندي y تفاضلها 1 في مشتقة ال y بالنسبة لل x يعني y داش، يعني تصبح y داش 1 في y y داش، إذا 6x مضروبة في y داش زائد الثاني اللي هو ال y في مشتقة الدالة الأولى، الدالة الأولى 6x مشتقتها 6 يعني 6 ضرب y. كذا أنا فاضلت الطرفين طرفي المعادلة بالنسبة للإكس. طيب بالنظر للمعادلة الآن الناتجة ممكن أني أقسم طرفي المعادلة على ثلاثة، أتخلص أبسط بالقسمة طرفي المعادلة على ثلاثة، فهتروح الثلاثة اللي أمام الإكس تربيع، هتروح الثلاثة أيضا اللي أمام الواي تربيع واي داش، وستة إكس واي داش تصبح اثنين إكس واي داش، وستة واي تصبح اثنين واي. قسم طرفي المعادلة على ثلاثة، انتبه حقسم طرفي المعادلة الطرف الأيمن والطرف الأيسر، كل حد في المعادلة حقسمه على ثلاثة. طيب بسطنا شوي، الآن الدالة الناتجة ححل بالنسبة للواي داش، المجهول عندي الآن الواي داش، بحط الواي داش في طرف أجمعهم مع بعض وبقية الأشياء نقولها في طرف آخر، وبعد كذا أقسم على معامل الواي داش فأوجد الواي داش، أصبح كان الواي داش هو المجهول الآن عندي. We now solve for y dash. عندي الطرف الأيسر y تربيع y dash. انقل 2xy dash اللي في الأيمن للطرف الأيسر تصبح سالب 2xy dash. هتساوي 2y. الx تربيع اللي في الطرف الأيسر حنقولها الطرف الأيمن تصبح سالب x تربيع. هنا الآن في الطرف الأيسر حاخذ y dash عامل مشترك. يتبقى لي من الحد الأول y تربيع ومن الحد الثاني سالب 2x. الخطوة الأخيرة أقسم على معامل الواي داش، إذا الواي داش تساوي 2y ناقص x تربيع على y على y تربيع ناقص 2x. هذا هو المطلوب. إذا التفاضل الضمني خطوتين، الخطوة الأولى نفاضل بالنسبة للx، الخطوة الثانية نوجد المشتقة y داش. يعني نحل المعادلة الناتجة ونوجد قيمة المشتقة. هذا كان example 2. example 3 example 3 find y dash if sine x زائد y تساوي y تربيع cosine x.
لاحظ المعادلة المعطاة مدموجة فيها الاكس والواي مع بعض. إذا ما لها حل إلا التفاضل الضمني. We use implicit differentiation. التفاضل الضمني. Differentiate implicitly. طيب الخطوة الأولى خطوتين. الخطوة الأولى نفاضل بالنسبة للإكس، بعد كذا نحل المعادلة الناتجة لإيجاد قيمة المشتقة واي داش. طيب الطرف الأيسر عندي ساين إكس زائد واي، حفاضل باستخدام قاعدة السلسلة مشتقة الساين بكوزاين إكس زائد واي. في مشتقة الزاوية عندي إكس زائد واي حاصل جمع دالتين، ومشتقة الإكس واحد، مشتقة الواي واي داش. إذن مشتقة الزاوية عندي واحد زائد واي داش، هذا الطرف الأيسر انتهينا منه. الطرف الأيمن حاصل ضرب دالتين الواي تربيع في كوزاين إكس، حفاضل باستخدام قاعدة الضرب حقول الدالة الأولى زي ما هي الواي تربيع في مشتقة الدالة الثانية، مشتقة كوزاين إكس بسالب ساين إكس زائد الدالة الثانية اللي هي كوزاين إكس في مشتقة الدالة الأولى مشتقة الواي تربيع اثنين واي في واي داش. الواي لا تنسى أن الواي دالة في الإكس، حفاضلها باستخدام قاعدة السلسلة تشين رول. طيب الآن حضرب كوزاين إكس زائد واي في الواحد تصبح كوزاين إكس زائد واي، وحضرب كوزاين إكس زائد واي في الواي داش تصبح كوزاين إكس زائد واي واي داش. طيب الآن بعد ما أوجدنا المعادلة الناتجة أحل بالنسبة لواي داش، المجهول عندي الواي داش. هنقول الآن كوزاين إكس زائد واي واي داش للطرف الأيمن تصبح سالب كوزاين إكس زائد واي واي داش، وسالب ساين إكس واي تربيع نقولها للطرف الأيمن تصبح زائد واي تربيع ساين إكس. الواي داش عندي هي المجهولة، أخذها عامل واشترك معاملها هيصبح 2 واي كوزاين إكس ناقص كوزاين إكس زائد واي. الخطوة الأخيرة أقسم على هذا المعامل لإيجاد واي داش، إذا واي داش تساوي كوزاين إكس زائد واي زائد واي تربيع ساين إكس على 2 واي كوزاين إكس ناقص كوزاين إكس زائد واي. انتهى الحل. نأخذ تمرينين أخرى ثانية حتى نفهم طريقة الاشتقاق الضمني. Example. Find y dash. إذا كان عندي الدالة معطى، إذا كان المعادلة X تكعيب زائد Y تكعيب يساوي X تربيع Y. لاحظ الآن اللي أمامك تفاضل ضمني، حفاضل ضمنيا خطوتين. الخطوة الأولى الحل، أفاضل بالنسبة للX طرفي المعادلة، حفاضل بالنسبة للX DX X تكعيب زائد Y تكعيب هتساوي d by dx x تربيع y. الخطوة الأولى أفاضل بالنسبة للx، هذه الخطوة الأولى، خطوتين في التفاضل الضمني. الآن x تكعيب زائد y تكعيب حفاضل كل واحدة لوحدها، تفاضل x تكعيب بالنسبة للx بثلاثة x تربيع، أنزل قوة وأطرح من أس واحد، زائد الآن حفاضل الy تكعيب بالنسبة للx، لا تنسى أن الy دالة في الx فأستخدم قاعدة السلسلة هنا. الآن أنزل القوة وأطرح من الأس واحد ثلاثة واي تربيع في ضرب مشتقة الواي بالنسبة للإكس يعني واي داش تساوي. الطرف الأيمن الآن حاصل ضرب دالتين، الدالة الأولى إكس تربيع الدالة الثانية واي، حاصل ضرب دالتين. ها فحفاضل باستخدام قاعدة الضرب، قاعدة الضرب تقول الدالة الأولى اللي هي إكس تربيع في تفاضل الدالة الثانية، تفاضل الدالة الثانية y بالنسبة للx تفاضلها واحد في y داش، تفاضل y بالنسبة للx y داش، إذن y داش
زائد الدالة الثانية اللي هي y في تفاضل الدالة الأولى تفاضل الإكس تربيع باثنين إكس. هذا الخطوة الأولى انتهينا منها. الخطوة الثانية solve for x، عفوا حل بالنسبة y داش، المجهول عندك y داش، نحل بالنسبة ل y داش، نضع ال y داش في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر ونوجد قيمة ال y داش. يعني الآن عندي 3 y تربيع y داش جهة الطرف الأيسر، أنقل لها ال x تربيع y داش اللي في الطرف الأيمن، هنقولها الطرف الأيسر تصبح سالب x تربيع y داش، هتساوي في الطرف الأيمن هنا عندي y مضروب 2x يعني 2xy ناقص 3x تربيع اللي في الطرف الأيسر، هنقولها الطرف الأيمن تصبح سالب 3x تربيع. الآن حاخذ في الطرف الأيسر ال y داش عامل مشترك، بقى على 3y تربيع ناقص ال x تربيع مضروبة في ال y داش هتساوي 2xy ناقص 3x تربيع. الخطوة الأخيرة أقسم على معامل الواي داش، إذا الواي داش هتساوي 2xy ناقص 3x تربيع على 3y تربيع ناقص x تربيع، انتهى الحل. إذا قيمة المشتقة عندي واي داش تساوي 2xy ناقص 3x تربيع على 3y تربيع ناقص x تربيع، انتهى الحل. هذا التفاضل ضمني. طيب مسألة أخرى ثانية example find y داش، إذا كان عندي المعادلة كوزاين x ناقص y تساوي y تربيع ساين x، y تربيع ساين x حفاظة ضمنية. لاحظ الـ x mixed with y، إذا ما لها حل إلا التفاضل الضمني. خطوتين، الخطوة الأولى أفاضل بالنسبة للـ x طرفي المعادلة بالنسبة للـ x، أقول d by dx، d by dx لطرفي المعادلة كوزاين x ناقص y تساوي d by dx ل y تربيع ساين x. الآن حفاضل كوزاين x ناقص y استخدام قاعدة السلسلة، تفاضل الكوزاين بناقص ساين الزاوية اللي هي x ناقص y، في تفاضل الزاوية عندي تفاضل الزاوية تفاضل الـ x بواحد، تفاضل الـ y بالنسبة للـ x بواحد، في مشتقة الـ y بالنسبة للـ x يعني y داش، إذن ناقص y داش تساوي الطرف الأيمن حاصل ضرب دالتين، الدالة الأولى y تربيع الدالة الثانية ساين x، أستخدم قاعدة الضرب حيكون تفاضلها مشتقة حيكون الدالة الأولى اللي هي y تربيع في مشتقة الدالة الثانية مشتقة ساين x بكوزاين x زائد الدالة الثانية اللي هي ساين x في مشتقة الدالة الأولى، الدالة الأولى عندنا y تربيع مشتقتها 2y مضروبة في y داش. الآن حكتب حبسط الآن شوية، عندي سالب ساين x ناقص y حضربها في الواحد وبعد كذا حضربها في ناقص y داش، هيصبح عندي سالب ساين x ناقص y ضربناها في الواحد زي ما هي، بعدين سالب ساين x ناقص y ضرب سالب y داش سالب في سالب تصبح موجب ساين x ناقص y y داش، هذا الطرف الأيسر، الطرف الأيمن زي ما هو y تربيع كوزاين x زائد 2 ساين x y y داش. الآن نضع الواي داش في طرف. الآن الخطوة الثانية solve، نحل
بالنسبة للواي داش، يعني نوجد قيمة الواي داش، نضع الواي داش في طرف وبقية الأشياء في طرف آخر، وبعد كذا نوجد قيمة الواي داش. حنلقي ساين إكس ناقص واي، واي داش في الطرف الأيسر، بنقول لها 2 ساين إكس واي، واي داش تصبح سالب 2 ساين إكس واي، واي داش تساوي واي تربيع زي ما هي كوزاين اكس في الطرف الايمن. نقول لها سالب اكس سالب ساين اكس ناقص واي تصبح موجب ساين اكس سالب واي. بعد كذا اخذ واي داش عامل مشترك، بقى لك من الحد الاول ساين اكس ناقص واي، ومن الحد الثاني 2 سالب ساين اكس واي، واي داش الطرف الايمن زي ما هو، واي تربيع كوزاين اكس زائد ساين اكس ناقص واي. الخطوه الاخيره نقسم على معامل واي داش، يكون كذا وجدنا الواي داش. اذا المشتقه واي داش تساوي واي تربيع كوزاين اكس زائد ساين اكس ناقص واي على ساين x ناقص y ناقص 2 sin x y. انتهى الحل. انتهى الحل. وكذا يكون انتهى هذا الدرس.